بسم الله الرحمن الرحيم. جائحة كورونا في الحقيقة أظهرت نقاط القوة ونقاط الضعف على مستوى العالم، ووضحت أهمية استخدام البحث العلمي في كل مجالات الحياة اليومية. جائحة كورونا من أول ما بدأت تنتشر وتصيب دول العالم والمواطنين، ابتدينا نشوف رد فعل من كل دول العالم، وكان البحث العلمي والآراء العلمية عليها دور كبير جدا وعامل كبير جدا في تقليل عدد الإصابات وانتشار العدوى، وفي نفس الوقت بالتوصيات الطبية أبحاث وعلوم للوصول لحقيقة الفيروس والبدء في التعامل معه. جائحة كورونا أظهرت أن في دول اقتصادها محتاج فرص عمل حقيقية، وفي مصر احنا عندنا فرص عمل، وبقى واضح للجميع مدى ضعفها امام جائحة كورونا لانها غير منتجة. في هذا التوقيت كل المسؤولين ورؤساء الدول بيفكروا في القادم، في اقتصاديات الدول، هنعمل ايه بكرة، هنعمل ايه بعد ما جائحة كورونا تهدأ ونكون ابتدينا نشوف حل علمي طبي. اهم حاجة الاقتصاد ده بعد الحماية والحفاظ على صحة الإنسان. فرص العمل الحقيقية في الفترة القادمة هي في القطاع الزراعي، والزراعة أساس الصناعة. أي دولة متقدمة صناعيا هي ليها بعد زراعي قوي جدا وظهير زراعي قوي جدا. الزراعة تقدر تخلق عدد من الفرص، فرص العمل الكثيرة، تستوعب عملها، يقوم عليها صناعات كثيرة. الزراعة هي أمن قومي غذائي للشعوب، وده شفناه في مصر وبقى واضح للجميع اللي حصل في الفترة الحالية خلال 3 شهور أو 4 شهور، إن الحمد لله في الأسواق المصرية كل الحصلات الزراعية وكل السلع الاستراتيجية الغذائية متوفرة، عندك أمان، أمن قومي غذائي قوي. بقى واضح للجميع إن إحنا لازم نستفيد من كل الإمكانيات داخل القطاع الزراعي وتوظيفها التوظيف الأمثل لإنتاج الغذاء، التخلص من العادات التقليدية في الزراعة. ومن أهم العادات التقليدية في الزراعة اللي احنا المفروض نبقى فاهمين كويس جدا ليها تأثير سلبي على حتى التربة، ري بالغمر والإسراف في مياه الري. لازم يبقى محسوب لكل محصول ايه المقنن المائي لهذا المحصول، ايه احتياجاته المائية علشان يديني انتاج. وفي نفس الوقت في محاصيل كتيرة جدا حساسة للمياه، لو زادت المياه بيحصل أعفان الجذور. أماكن كتير جدا من الأراضي القديمة فيها مشاكل متعلقة بالصرف الزراعي، وبالتالي أي زيادة في كمية المياه بتعمل أزمة. أيضا استفادة من وحدة الأرض، مساحة الأرض نفسها بتنتج قد إيه، القيمة الاقتصادية. دي دراسات جدوى مهمة جدا ان احنا نتابعها، ده مش في مصر بس، ده على مستوى العالم، واحنا دولة زراعية. مصر فعلا تمتلك تاريخ زراعي 7000 سنة حضارة، علمنا الدنيا كلها الزراعة، الفلاح المصري علم الدنيا الزراعة، الفلاح المصري العلماء ابتدوا ياخدوا من عنده ويطوروا البحث العلمي. هو مين اللي زرع الاول، الفلاح ولا الباحث؟ مشروع مهم جدا أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو مشروع 100,000 فدان صوب زراعية. لك أن تتخيل هذه المساحة وإنتاجها من المحاصيل المختلفة، لك أن تتخيل جودة هذه المحاصيل بالرغم من اتهام المحاصيل داخل الصوب الزراعية إن هي فيها مشاكل أو غير مناسبة، وده اللي هعاوز أوضحه النهاردة. الصوب الزراعية أو الزراعة داخل البيوت المحمية بتوفر في استهلاكنا من المياه والمبيدات، بنقدر نوفر عدد كبير جدا من المحاصيل في غير أوقاتها، وده بيدينا ميزة تنافسية لو هنصيد ضر وهنسوق خارج مصر.